قلتي موضوع قبل شوي تقولي الحين بكتبوا لك تعليق لان تتزوجي سعودي، بس بعدين ردتش قالت لي ايش قلتي لك؟ قلت يعني يبي لك بحرين اجي اماراتي احس جي تويلت. هي تقولي يناسبني اماراتي او بحريني. ايه لازم اول شيء شنو بحريني، اهل ديرتنا مره بعيد احنا اول شيء بحريني اقول اماراتي. والله النصيب لو بنغالي وزين هذا تنمر؟ لا متنمر لا مالش متنمر لا. يعني اللي يكون مهم يكون إنسان زين مو مهم جنسيته. شكرا.